أحد الركائز الأساسية في تحقيق الاستقلال الوطني ومواجهة ثقافة الهزيمة والتبعية بمشروع منطلقه الإرادة السياسية، مع المهندس الاستشاري العالمي الأستاذ الدكتور ممدوح حمزة، فليتفضل. أنا مش شايفكم، في حاجة نقف عليها كرسي ولا حاجة؟ ولا هم شايفين؟ شو بقى حضرتك، أنا مش هعيد أي كلمة اتقالت، وأنا موافق على 90% من اللي اتقال، مش يمكن 95% من اللي اتقال. أنا هتكلم دقائق محدودة في 6 نقاط محددة. أيوة كده كويس. أولاً، الكلمة دي موجهة للغرب وليست موجهة للمصريين. يعني المصريين ممكن دلوقتي ما يسمعوش ولا حاجة، لأنه كل كلمة أقولها هم يعلموها جيداً، الأطفال في الشوارع يعرفوها، الناس اللي قاعدة على القهاوي تعرفوها، ستات البيوت يعرفوها. الكلام ده موجه للأجانب اللي بدأوا يبردعوا في مصر، وهذا المؤتمر موجه للأجانب، والمشارك في هذا المؤتمر ليس فقط قوى سياسية وثورية، ولكن قوى المجتمع بكامله. النقطة الأولى، موقف الغرب مشين، والشعب المصري يشعر بالغضب والإهانة لتجاهل ثورته وصرخته، وتجاهل عقله ووعيه الجمعي الذي خرج 30 و3 و26، ثم تم تشويهه فقط عن طريق إعلام وساسة الغرب، وأصبح الشعب الأجنبي الذي لا يعلم إلا من خلال إعلامه أن ما تم في مصر هو انقلاب. هذه إهانة كبيرة للشعب المصري. نمرة 2، يجب أن نذكر الأوروبيين ماذا فعل التطرف وبهم في القرن 20، ماذا فعل بهم هتلر وموسوليني. لقد جاء هتلر بالانتخابات كما جاء مرسي، استغل فقر وتأخر الاقتصادي لألمانيا في ذلك الوقت بعد الحرب العالمية الأولى كما فعل الإخوان، ثم وعدهم بالإمبراطورية الألمانية كما فعل مرسي ووعدهم بالخلافة الإسلامية. هل ترغبون أن يحدث لنا ما فعله هتلر وموسوليني في أوروبا؟ للأسف الشديد لن نسمح بهذا، لن نسمح بما فعل التطرف السياسي في أوروبا أن يحدث في مصر. الرسالة الثالثة، إن ما سمي في أوروبا بعصر النهضة حوالي 200 سنة بعد حدوثها، هو أن تم فصل الدين عن السياسة، تم فصل الكنيسة عن السياسة. هذا الذي سمح بالإبداع وبالتقدم، هذا ما سمي بعصر النهضة. عصر النهضة في أوروبا هو كان فصل الكنيسة عن السياسة. وأنتم أيها الغرب ترغبون أن نحكم باسم الدين، لماذا؟ النقطة الرابعة، ماذا كان مطلبنا قبل 30/6؟ كان مطلب ديمقراطي جدا، وهو انتخابات رئاسية مبكرة. عملها ديجول، عملها عبد الناصر، عملها شيفاز في فنزويلا، تمت في نيجيريا، تمت في اليونان، عملها بلير في انجلترا، تمت في جميع انحاء العالم. ولكن مرسي رفض طلبات الشعب، رفض طلبات التمرد، رفض طلبات الجيش. يبقى مرسي كان ديكتاتوريا. لقد خرج الشعب المصري على ديكتاتور طلب تنفيذ أهم أداة من أدوات الديمقراطية، وهي انتخابات مبكرة. وبعد 30 دنيا، ما نطالب به هو في حدود القانون وليس أقل، لأن هناك تهديد للأمن القومي الداخلي. نمرة 5، أنا كنت في ألمانيا من 3 أو 4 أيام، وكنت قاعد مع ناس زملاء جامعة، ناس مثقفين متعلمين، فكان سؤالهم ليا هو إيه رأيك في وزير الدفاع الجديد؟ قلت له مين وزير الدفاع الجديد؟ قال لي اللي جاي بعد الانقلاب. ده سؤال من واحد بعتبره من عباقرة الهندسة في ألمانيا. الإعلام فعل فيهم هذا، يعتقدون أن هناك انقلاب عسكري، وإن اللي جه لواء جديد أو فريق جديد. وصعق عندما علم أن وزير الدفاع ورئيس الأركان قبل 30 يونيو
هم نفسهم بعد 30 يوليو، وكلاهما تم تعيينه بواسطة مرسي. الرسالة السادسة والأخيرة: الزيارات السياسية ممنوعة. وأحمل مرسي ورئيس الجمهورية، أحمل سوري رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس الحكومة أي زيارة سياسية أخرى للسجون. إذا كانوا يبغون الإطمئنان على شركائهم وجواسيسهم، عليهم بإرسال منظمة العفو الدولية وهيئة الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وأشكركم. هو الملاحظ أن هناك دعم غربي وأمريكي وبعض الإمارات العربية الصغيرة أو المتناهية الصغر لحكم فاشيستي إرهابي وتطرف سياسي ضد رغبات الشعب المصري وضد العقل الجمعي للشعب المصري الذي ظهر واضحا يوم 30 يونيو و3 يوليو و26 يوليو. حاجة غريبة جدا ان الشعوب التي تدعي الديمقراطية والليبرالية ترغب لنا حكم ديكتاتوري طائفي إرهابي. الهدف من هذا المؤتمر هو توضيح هذه النقط من المجتمع المصري، مفكرينه وأدبائه ومهنيينه وفلاحينه وعماله وقانونينه. فهذا مؤتمر مجتمعي للقوى الوطنية والثورية. هم جايين ينقذوا شركائهم وجواسيسهم. هم بالنسبة لهؤلاء مثل إسرائيل بالنسبة للشليط وعزام، لا فرق، مش شحتفين عليهم، عاوزينهم ينقذوهم، لأن التحقيقات هتطلع بلاوي، هتطلع تورط الغرب في مؤامرة على مصر، وهذا ما لا يرغبونه. والله وزارة الداخلية والدفاع حاليا بيدرسوا الأمر، مش عاوزين يعملوا حاجة في العيد ولا في رمضان، على ما أظن عاوزين يعملوا أقل الخسائر، فبيدرسوها بالطريقة التي تبقى أقل من الخسائر، إنما هيفضوا يعني. ما لهمش مكان بينا، دي طائفة من مجتمع كبير جدا عاوزة تفرض رأيها على الجميع، ولو الشعب المصري قام عليهم هتبقى مجزرة، وده ما لا نرغبه. فندي فرصة للاستراتيجيات أن تعمل، وللهدوء وللعقل حتى لا تكثر الدماء من الطرفين. شكرا.